يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام مع حلقه جديده لبرنامج جه وقتك. حقيقي جه وقتك النهارده، يعني العنوان، حتى عنوان الحلقه عنوان جميل جدا، واعتقد انه دايما حاجه الساعه. يعني ما نقدرش نقول بس اليومين دول، ده على طول احنا محتاجين نعرف فيه تفاصيل، توضيح، ومحتاج حد يكون هدالك باللغه العربيه، ما اعرفش الفصحى، بس برضه هبسطها، حد يكون محنك. عارف يعني ايه حضرتك محنك؟ يعني ذو خبره يقدر يفيدنا في العنوان بتاع النهارده والحلقه، عشان تبقى حلقه جميله ونقدر نستفيد ونتعلم كلنا. النهارده هنتكلم هل نعبد الدين ام نعبد الله؟ هل نعبد الدين أم نعبد الله؟ يمكن تقول لي لا استنى كده، طب ما هي الله هو الله، يبقى الدين هو الله، فيعني إيه الفرق؟ يعني أنتوا عندكم فرق ولا إيه؟ معلش هنعرف بقى بالراحة كده، وتستنانا وتقعد معانا ساعة ونص هتعدي هوا بالمناسبة، وهنستفيد كتير قوي. هديكم بس الحلقة هتمشي إزاي، بس أقدم الضيف الأول، وبعد ما يعني قدمنا عنوان الحلقه نقدم ضيفنا العزيز، وبعد كده نتكلم الحلقه هتمشي ازاي النهارده. معانا النهارده الدكتور حليم حسب الله. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. احنا سعداء بحضرتك جدا. وانا اسعد. مش اول مره تبقى معانا في جي وقتك. لا تاني مره. قبل كده وحلقه الحلقات بتاعتك جميله، يعني انا بحس اني مستفيد ونتعلم، وربنا يبارك حضرتك، شرف كبير لينا. شكرا. تبقى معانا النهارده. الرب يبارك. ده امتياز عظيم يعني. وعارفك مرهق وتعبان ولسه جاي النهارده من الكويت، ومش عارف من يومين في امريكا، فمعلش الرب يديك صحه وقوه، وهيبقى وقت جميل. شكرا. هو عنوان النهارده عنوان صعب شويه. الصعب على الرب والسهل على الرب. ونفسي قوي يعني الساده المشاهدين تكون الدنيا بسيطه معاهم حقيقي. اعزائي المشاهدين الكرام، انا عارف تليفوناتكم، يعني انتم ما بتصدقوا ان تفتح التليفونات بتبقى، يعني الخميس اللي فات كان زحمه جدا على التليفونات، وانا عارف النهارده هيبقى كده برضه، بس هل ممكن تستنونا تلت ساعه من غير ما تزعل، عشان ما توقفش على التليفون وتزعل ان ما حدش دخلك؟ معلش بليز لو سمحتوا تلت ساعة نتكلم شوية، دكتور حليم يفيدنا شوية، ووعدكم بعد تلت ساعة احنا مستعدين نستقبل تليفوناتكم من أي مكان في العالم، وأعتقد الدكتور حليم والروح القدس مستعدين جدا يجاوبوا على أسئلتنا. دكتور حليم. نعم. مش عارف أبتدي منين، لكن بما ان قلنا بدات من الاول نوصل للاخر، وبدات من الاخر نوصل للاول. يعني لما نقول هل نعبد الدين ام الله، فبما ان كلمه دين يعني اتقالت وذكرت في السؤال، خلينا نعرف الدين الاول. ايه راي حضرتك؟ ما هو الدين؟ الدين عباره عن مبادئ الانسان يستريح لها، يتبناها، ينادي بيها، يدافع عنها، وعنده استعداد يموت لاجلها. وكلمة دين جاية من كلمة دين، وجت منها كلمة ديانة، وكلمة دين أو يدين معناها أن الشخص يضع الآخرين في نصاب الحكم، يحكم عليهم. ولذلك تلاقي دايما المسؤولين عن دين معين بيحطوا الآخرين نصاب القضاء والمحاكمة، عشان كده جت منها كلمة ديانة. يعني دين جاية من ديانة. من ديانة، أو الديانة جاية من كلمة دين، والدين جاية من كلمة الدين، وجاية من كلمة الدينونة وإدانة، كلها دي مفردات تدي نفس المعنى. طيب يعني خليني أقول بتعبير بسيط دلوقتي، طيب كلمة دين جت منين؟ مصدرها يعني، هل في حد قال أو ربنا قال أو حد قال كده ده دين كده، ولا جت المصدر إيه بتاع الدين؟ هو في الكتاب المقدس 66 سفر ما وردتش في كلمة ديانة أو دين إلا مرات قليلة جدا جدا، ولها ظروفها وحيثياتها. يعني جت مثلا في غلاطية واحد، وجت في يعقوب أصحاح واحد، لما الرسول بولس بيقول عن نفسه إني أنا كنت أكثر غيرة
من الناس اللي منسوبين لليهودية آه. غير على ديانتي كيهودي، فبيتكلم عن ديانة اسمها الديانة اليهودية. وكمان يقول يعقوب الديانة الطاهرة النقية، فيمكن الأصحاحين دول هم الأصحاحين اللي وردت فيهم كلمة ديانة آه. أو دين فما أو دين. ما ذكرتش كتير قوي في الكتاب. لا، لأن ما فيش عند الله ما يسمى ديانات، ودي شيء مهم لازم نفهمه مع بعض. طب ما تفهمه لنا، يعني أن يعني الله ما عندوش أصله كلمة ديانات دي أوجدها الإنسان وعددها. كلمة ديانات جمع لكلمة ديانة، كونه في ديانات يبقى إذن على طول لو أنا فكرت يبقى تعدد آلهة، لأن كل ديانة لها إله ولها كتاب. يبقى أنا مش عارف، تهت إن فين الصح بالضبط كده، يعني يا ترى في إني الصح فيهم، دي ديانة ودي ديانة ودي ديانة، عشان كده اسمها ديانات. الله لو عنده ديانات يبقى إذن مش الله واحد. إذا كنا نؤمن بالإله الواحد فلابد أن يكون هناك مبدأ إلهي واحد، مش ديانة، مبدأ إلهي واحد. مبادئ إلهية. المبادئ الإلهية أو التشريع الإلهي أو الحب الإلهي، وهتكلم عنه بنوع من التفصيل بعض لحظات، لكن البشر ابتكروا لأنفسهم ما يسمى مذاهب أو ديانات. حتى الديانة الواحدة فيها مختلف طوائف، وكل طائفة ضد الثانية. الطائفة بتاخد تعليم معين، الديانة بتاخد عقيدة معينة، وكل ديانة بتاخد عقيدة أو طائفة تأخذ معتقد معين بتحارب الطرف الثاني المضاد ليه. وذلك تلاقي فيه صراعات وحروب تحت عنوان التدين والديانة، أدي الديانات. فالديانات ينشئها الإنسان تحت مسميات ناتجة من مبادئ خلقها ذهنه الإنساني، وإله أوجده بحسب فكره البشري، وعنده استعداد يدافع عنه ويموت لأجله. مش هو ده الله؟ وده مش الله. مش الله. وذلك عجبني العنوان كتير، وانت حضرتك بتقول أنا أعبد الدين أم الله، عجبنا أول عنوان. لأن فعلا في ناس بتعبد ديانات مش بتعبد الله. لأن لو عرفنا الله معرفة صحيحة يبقى مش هنعبد ديانة، أنا أعبد الله. ولو عرفنا الله معرفة صحيحة هنعرف طبيعة الله. ولو عرفنا الله معرفة صحيحة هنعرف متطلبات الله مننا إيه. ولو إحنا نؤمن بالله الواحد فعلا هنعيش كما هو يطلب مننا. والله محبة، هنلاقي نفسنا نحب كل الناس والناس كلها بتحب بعضيها. لكن الديانات غير كده، الديانات في تكالب وتصارع، عشان كده اللي يلحق التاني يقتله ويذبحه. فالديانات من صنع البشر، ولا أستطيع أن أقول عند الله له ديانة أو الله له ديانة إطلاقا. أما أنا هاجي بعد كده في أسئلة بقى مهمة قوي بقى، بما أني كده، طب المسيحية بقى دين ولا مش دين ولا. بس قبل ما يعني أسأل الأسئلة دي خليني أسأل سؤالتين. طب لما الله أعطى لموسى الشريعة على جبل سيناء والوصايا العشرة، واعملوا كده وما تعملوش كده وسووا كده ما تسووش كده، شريعة شرائع، هل تعتقد أن أعطى لهم دين أطلق عليه الديانة اليهودية؟ على العموم اسمح لنا أن أقرأ بخصوص هذا الصدد آية في قالها الرسول بولس لما كتب الرسالة إلى كنائس غلطية. في العهد الجديد رسالة بولس الرسول إلى كنائس غلطية الأصحاح الأول، قال شيء عن نفسه، بس مضطر أقرأ كم عدد عشان تبقى الفكرة واضحة أكتر. يقول في عدد 11: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل، مش أعرفكم أيها الإخوة بالديانة. دي أول حاجة ألفت الانتباه ليها. بعد ما نعمة الله تعاملت معه وأدرك أنه أول الخطاط والمسيح المخلص وصل إلى حياته وقلبه وبإنسان جديد في المسيح يسوع، عرف يعني إيه الإنجيل، أخبار سارة، أخبار مفرحة. إيه الأخبار السارة المفرحة؟ أن المسيح جاء من السماء، مات على الصليب لأجلنا، وقام يبرر كل من يؤمن به. عشان كده الإنجيل، الخبر السار. وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، أنه ليس بحسب إنسان، هذا رقم واحد، ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان، أدي اتنين، ولا علمته من إنسان، لا تعلمه من إنسان ولا قبله من إنسان، ولا هو بحسب إنسان. ما أخذوا منين؟ بل بإعلان يسوع المسيح، إعلان إلهي، إعلان. فعشان كده ما قالش عن المسيحية أو الإنجيل ديانة. لو ديانة كان أعرفكم أيها الإخوة بالديانة المسيحية،
ما قالش كده. بعد كده يقول فإنكم سمعتم بسيرتي، رجع للماضي بتاعه، بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية. يبقى إذن قال على اليهودية أنها يبقى سماها ديانة اليهودية. ما أنا أقول لحضرتك سماها ليه الديانة اليهودية؟ أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط. لما كان فين؟ في الديانة اليهودية. يبقى إذن اليهودية تحولت من تشريع ومبدأ إلهي يعلن عن الله وذاته وجوده محبته صفاته إلى ديانة. مين اللي حولها لديانة؟ وهنا السؤال، إيه اللي خلى بولس الرسول يقول دي ديانة؟ حولها اليهود إلى ديانة، لكن الله مش عنده ديانة اسمها الديانة اليهودية. وإلا ما كانش الرسول بولس قال الديانة اليهودية، كان قال الديانة الإلهية. لكن الديانة اليهودية خصص بها مجموعة من الناس انزوت في اتجاه معين، وضعت تشريع مستمد من شريعة الله، لكن أضافوا عليها شرائعهم الشخصية، عشان كده أطلق عليها ديانة. هنكمل الكلام يكون أوضح. إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها. يبقى الديانة اليهودية كونت منه شخصية في منتهى العنف والقسوة والتعصب الديني، لدرجة إني كان يضطهد الغير. أضطهد كنيسة الله وياريت يضطهد وأتلفها. وفي رسالته اللي كتبها إلى تلميذه تيمساوس يقول أنا كنت مفتري، كنت مفتريا، يعني كلمة مش سهلة. ومش كده وبس، لما اتكلم عنه الروح القدس في سفر الأعمال قال عنه يسطو على الكنيسة، يسطو ذئب. ولما الرب اتكلم عنه برضه قال لا يزال ينفس تهددا، وينفس يعني بيطلع السم، ثعبان. ولما الرب اتقابل معاه مقابلة شخصية قال له صعب عليك أن ترفس مناخس. يعني شوف الاتجاهات، قد الديانة اللي عملته في الإنسان، يا إما ذئب يفترس، يا إما ثعبان يطلع سموم، يا إما بغل يرفس. قد الديانة، قد الديانة اليهودية أو أي دين يخلق من الإنسان هذه الشخصية. هذا ما أوجدته الديانة اليهودية في بولس الرسول. لكن يجي بعدها يقول كنت أتقدم في الديانة اليهودية، كررها مرة تانية، أتقدم في الديانة اليهودية. وبعدين يقول على كثيرين من أترابي، يعني كل اللي موجودين في الديانة دول ما وصلوش للتقدم بتاعه في جنسي، إذ كنت أوفر غيره في تقليدات أبائي. وهنا نوقف بقى، وضحنا قوي، أكثر غيره في تقليدات أبائي، مش الديانة هي اللي عملت فيه، لكن التقليد اللي هو ورثه كان بيدافع عنه، أنشأ في ذلك. فما نقدرش نقول إن أيام موسى كانت اليهودية أو الديانة اليهودية، لا، أيام موسى كان في تشريع إلهي، في ناموس، في شريعة، في وصايا، في ذبائح، في تقدمات، في عبادة. لكن سرعان ما تحولت مع الزمن إلى تقليدات أبائي. التقليد بقى أوجد فيه العنف والتعصب اللي يحتقر الآخر ويدافع عن تقليده، وقد يضطر إلى ذلك بقتل الآخرين. رجم استفانوس ويقول لك كان شاول راضيا بقتله. هذه الديانة وده اللي بتعمله. بالاختصار كده، ان الديانه دي بتساعد الشخص، ينشئها الانسان لنفسه ويدافع عنها لاثبات ذاته، مبداها الانا. ما خد بال حضرتك، اقدر اقول لحضرتك حاجه. في اشخاص كرسوا حياتهم للعلم، عنده استعداد يقعد من 24 ساعه 18 ساعه في البحث والابتكار لغايه ما يموت وحطوا جسده في المقبرة، واخد بالك، ويسموه شهيد العلم. في واحد تاني عنده قضية سياسية، عنده استعداد يدافع عنها ببسالة لغاية ما يموت لأجل هذه القضية، والتاريخ يكرمه زي ما بيقولوا. وفي آخرين لا انخرطوا سياسيا ولا انخرطوا علميا، لكن ابتكروا لأنفسهم مبادئ زينوها بآيات أو زينوها ببعض الأقوال التي ربما تكلم بها الله نفسه، زينوا بها هذه الديانات، لكن ابتكروها وخلقوها لأنفسهم علشان يفعلوا تحت مسمى الدين ما يريدون.
شوف ازاي كلام جميل يعني يعني كلام بسيط اعتقد الساده المشاهدين هيفهموه يعني كلام بسيط جدا. طيب اجي بقى لسؤال تاني بقى، بما ان احنا عرفنا كده الدين وصلنا لبولس في غلاطيا ان هو يعني كان بيتقدم في الديانه اليهوديه عن رفقائه واطرابه. طيب يعني قبل ما اجي للسؤال يتقدم بس يعني. ما كانش بيتقدم في الايمان، ما انا لسه كنت عايز اقول يتقدم ايه يعني في ايمان ولا يتقدم في ايه؟ لا ده اللي مش كنت عايز اساله في يعني. ده بيتقدم في الدراسه لمحتويات تقليد الاباء مش محتويات ما تكلم بها الله في الشريعه والتوراه. يعني تقدم في التاريخ يعني. فريسي، كلمه فريسي يعني مفرز. وعشان كده الشخص ده بولس كان شخص يعني موجود في الديانه اليهوديه كشخص مفرز للدفاع عن مبادئ التقليد. الرب يسوع قال لليهود ايه؟ ابطلتم وصيه الله بتقليدكم. يعني التقليد نفسه يبطل وصيه الله. يعني تخيل، هقول تخيل بسيط. ما راي حضرتك لما الكتاب المقدس الله يعلن لنا عن ذاته فيه انه هو محبه، ويعلن برهان المحبه بارسال ابنه وحيده وبذله اياه على الصليب، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. بذل ابنه الوحيد، ولكن الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاة مات المسيح لاجلنا. يبقى كل ما تعرف الكتاب الله محبه، وين لله ويظهر الله بهذه الكيفيه. وانا اجي بعد كده اخذ بتقليد او بمسميات ورثتها من ابائي واجدادي، وعندي استعداد اموت في الدفاع عنها واقتل الاخرين. السؤال، اين الله الذي يعلمني اياها الكتاب المقدس؟ ادي الديانه. الديانه تنشئ تعصب في قلب الانسان تقود للانحراف عن الله، الانحراف، لكن لا يفكر في كيفيه انشاء علاقه صحيحه مع الله. الايمان الحقيقي علاقه صحيحه، وده اللي حصل مع شاول بعد ما غيره بشخص مش يدافع عن ديانه، يدافع عن الإنجيل، بمعنى يدافع عن هذا الخبر بيسوع يسوقهم للمحاكم أو القتل. تخيل لما يقول نشتم فنبارك، نضطهد فنحتم، هو دي المسيحية أو ده المبدأ؟ لكن نعبد الله المحب. طيب إجابة جميلة جدا، لكن سؤال تاني يعني، لماذا توجد إذن أديان مختلفة؟ ليه لم يدرك العالم والمجتمعات هذه الأمور ومشي صح من الأول؟ ليه عندنا أديان مختلفة؟ الرسول بولس قال عبارة حلوة قوي بالروح القدس في كورنثوس الثانية والأصحاح الرابع وعدد 3 و4، لما بيقول وإن كان إنجيلنا مكتوما، مكتوما يعني غير مفهوم، فإنما مكتوم في الهالكين، الهالكين الذين فيهم ساكن داخلهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة معرفة إنجيل مجد المسيح. عشان كده الشيطان بيعتم على شاشة ذهن الإنسان ويبعده عن معرفة الله، المعرفة الحقيقية. فمن وراء ذلك الشيطان، أنت عارف الله خلق، لما خلق إنسان واحد، خلق إنسان واحد اللي هو آدم، لما صنع لي زوجة صنع زوجة واحدة، أخذ ضلعة من أضلاع وعمل له امرأة وقال له تفضل زوجتك. ده الله بنفسه اللي عمل العرس ده الحلو الجميل، وعشان كده الله قدس في الكتاب المقدس الزواج، تفضل عروستك. من رجل وامرأة جوا الكل، يبقى إله واحد وعائلة واحدة، رجل واحد زوجة واحدة، يبقى المفروض نستمر على كلمة واحد 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 على طول الخط. لكن الشيطان ابتدى يشتت ازاي؟ راح قسم العالم علشان يبعد الناس عن معرفة الله، لأن الله مخلصنا يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله يريد، كمان إبليس يريد أن جميع الناس يهلكون وإلى الجحيم يذهبون، عكس الله تماما. فيعمل إيه علشان يهلكهم؟ يعمل شيء واحد، يبعدهم عن الله. طب يبعدهم ازاي؟ طيب راح اقسم فريقين، فريق يقول في اله وفريق يقول ما فيش اله، قال الجاهل في قلبه ليس اله، فدول ضمانهم.
جيل اللي بيؤمنوا بوجود الله، يبقى اللي قالوا ما فيش إله والكون كائن من ذاته والطبيعة خلقت وأوجدت نفسها والإنسان أصله قرد وتطور، دول قال لك ضمنتهم. راح لمين؟ للناس اللي بيقولوا في ربنا. فقال لهم شفتوا ربنا؟ طوله إيه؟ شكله إيه؟ لونه إيه؟ صفته إيه؟ لا ما أنا ما نقدرش. طب يبقى خلاص ارفع عينك لفوق. رفع عين لفوق شاف الشمس عبارة عن نار ملتهبة وضوء وشع، يا سلام على الجمال. قال له ده الإله. فعبدوا الشمس وعبدوا القمر، وقول الكتاب عبدوا جند السماء. يبقى راح أخذ جزء كبير مش قليل لعبادة الأصنام، عبادة أوثان، ودول كمان ضمنهم. بقيوا في مجموعة تؤمن بوجود مين؟ الله، وتدين بالله، تؤمن بالله. دول كمان قال لك لا، ودول كتار لازم ناخد منهم برضه. راح مقسمهم لديانات. ايه الديانات دي بقى؟ سماها زي ما تسميها، في كم هائل من ديانات العالم، ديانات. فديانات خلقت بمساعدة إبليس لتحول الإنسان عن الله الحقيقي لتعبد غيره ويقودهم إلى الهلاك الأبدي. أدي مثال بسيط من الكتاب غير شاول الطرسوسي. أنت تعرف حضرتك أن السامريين أساسا كانوا موجودين في أرض العراق، لكن لما حصل السبي اللي اتسبى فيه إسرائيل جابوا من نبوخذ نصر وحطوهم في أرض إسرائيل السامريين، وقعدوا هناك. كانوا دول بيعبدوا أصنام أساسا، لكن لما وصلوا ابتدوا عملوا لهم كهنة يهود وابتدوا يعبدوا عبادة مختلطة، الله والأصنام بتاعتهم. ولذلك اليهود ما يحبوش السامريين. لما الرب يسوع كان مارر رايح على الجليل وكان لابد أن يجتاز السامرة، وجلس على بئر سخار وانتظر امرأة سامرية جت وابتدى يتكلم معاها، اعطيني لاشرب. ودار الحديث قالت له ايه السامريه؟ مع انها مش يهوديه، مع انها خليط بين ديانات، لكن قالت له ايه؟ انتم اليهود لا تعاملون السامريين، كيف تطلب مني ان تشرب وانت يهودي وانا امراه سامريه؟ يعني مبدا غير مبدا ديانتك غير ديانتي. شاف تطاول اللسان. وبعدين يقول لان اليهود لا يعاملون السامريين. لما الرب باللطف والحب ابتدى يظهر لا في سامريين ولا في يهود، إله واحد يحب الجميع، ابتدى يتكلم معاها. قالت له ألعلك أعظم من أبينا يعقوب؟ يبقى عندها فكرة عن يعقوب وإسحاق وإبراهيم، ابتدت توعظه. ولا دل ولك والبئر عميقة. لما الرب ابتدى ياخدها في التدرج بتاعت وكشف أسرارها، قالت له أرى أنك نبي. بعد شوية حبت تهرب منه، فقالت له آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون. أدي الديانات، ديانات أنتوا وإحنا، أنتوا بتقولوا وإحنا بنقول، ومين الصح بقى؟ وده اللي عملته السامرية مع الرب يسوع. آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون السجود في أورشليم. لما يجي المسيح الرب يسوع راح شطب له على الاثنين، لا أنت ولا إحنا. تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون، الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين، لا في هذا الجبل ولا في خلاص. عشان كده الديانة بتخلي الإنسان ينحرف ويتجه في اتجاه معين. دي الديانة. طب احنا هنبدأ نسأل بالتليفونات يا دكتور حليم، ولكن يعني عايز برضو أسأل، يعني ايه علاقة الكلام اللي حضرتك بتقوله بالتعبير بيقول الله روح والساجدون له بالروح والحق؟ هل هناك علاقة بين كلام حضرتك اللي بتقوله عن السامرية وعن الديانة والديانات المختلفة؟ هل احنا محتاجين ان احنا نعرف ان الله روح؟ ده اعلان. الرسول بولس زي ما انا قلت قال قبلته باعلان، وحتى سفر الرؤيا يقول اعلان يسوع المسيح. وفي انجيل متى الرب يسوع بيقول ولا يعرفوا الابن إلا الآب، ولا يعرف الآب إلا الابن، وكل من أراد الابن أن يعلن له. إذن إحنا محتاجين لإعلان، مش ديانة، مش تدين، مش رب عاوزك تزود علمي، لا. لكن أبسط الأشياء أنا محتاج إلى إعلان إلهي يعلن لي، مش كيف أعيش كيف أسلك، لا، أنا عاوز إعلان إلهي عن ذاته، هو مين وإزاي أتحد بيه، وإزاي تنشأ علاقة حقيقية معاه، وإزاي يحملني ويحيا في داخلي وفي كياني، وإزاي هو يحيا وينصرني على الخطية. عشان كده تختلف.
كل الاختلاف. واخد بال حضرتك؟ فالاعلان، عشان كده الرب يسوع جه للاعلان. الله كلمنا في الايام الاخيره في ابنه، عشان كده اعلننا عن الاب، اعلننا عن الله. الله روح والعباده بالروح، ومش ممكن ابدا روح الله يسكن فيا الا اذا اتولدت من الله، ومش ممكن اتولد من الله الا اذا قبلت الرب يسوع مخلص شخصي ليا. ده اللي يوجد العلاقه الصحيحه، ده الجسر، ده الكوبري، ده السلم اللي وصلني لله. وبالتالي لما تولد من شخص انا باخد طبيعته. احيانا لما الواحد يبص على شاب او بص على ولد او الاولاد الصغيرين، اقول يا سلام فعلا اللي خلف ما مات شكل ابوه تمام، واخد شكل وصوره ابوه 100%. يبقى الولد ياخد صوره ابوه، انا لما تولد من الله اخد صوره بابا السماوي، شركاء الطبيعه الالهيه. الرسول بطرس قال كده، انا ما باخدش دين، انا باخد سلوك. باخد دين، انا باخد طبيعه الهيه، طبيعه انا باخد الله في كياني. دي حته مهمه قوي يا دكتور. يا طبعا، اني انا ما باخدش، الله ما بيدينيش اوراق اعبدها او شعارات، بيديني طبيعه. ده اللي حضرتك بتقوله، صاحب الدين يعبد ذاته، اما الايمان الحقيقي يقودني الى معرفه الله وعبادته. هقولها تاني. صاحب الدين يعبد ذاته بدليل انه بيدافع عن نفسه ويقتل الاخرين في سبيل البقاء والوجود. دي الذات الانسانيه، مش الله، ده الذات البشريه. طيب معانا تليفون ناخد دكتور حليم. ياسمين من القاهره، اهلا وسهلا بيكي. ايوه اهلا وسهلا بيكي اخت ياسمين. ممكن اسال القصه حليم؟ مين معايا؟ نشأت من الاقصر. نشأت من الاقصر، يبقى معلش الخطوط تدخلت في بعضها، انا اسف. نشأت، اتفضل دكتور حليم مع حضرتك. اهلا بيك دكتور حليم. انا عندي سؤال مهم جدا، ليه احنا بنصلي ناحيه الشرق في الكنائس؟ بص يا اسم حضرتك ايه؟ نشأت. بص يا اخي نشأت، سؤالك حلو جدا، بس انا مش عايز اي اسئله تاخدنا الى طوائف معينه، لان احنا هنا برنامج للكل ويحب الكل ولا يجرح في احد. ربي يباركك، تقدر تسال الراعي بتاع حضرتك اللي موجود في الاقصر ويجاوبك، وربنا يبارك حضرتك، احنا بنحبك خالص. لكن هل المسيحيه يعني هي دين؟ المسيحية ليست هي ديانة تتبارى مع الديانات، لا من قرب أو بعد. الديانات زي ما قلت، الإنسان يبتكر معلومات أو مبادئ أو طقوس يستخدمها في تأدية واجب لإرضاء ذاته، على راحة ضميره. أدي الديانات، مش مسألة علاقة بالله نهائيا. المسيحية ليست هكذا. المسيحية هي إعلان سماوي من الله رأسا إلى المخلوق الذي الله أوجده وكرمه ورفعه فوق كل الخلائق الأخرى. يمكن أحيانا لما بقول الكلمة دي البعض بيقول أنت بتعظم في الإنسان كتير. أنا مش بعظم في الإنسان، لكن أنا بدي الإنسان حقه بحسب كلمة الله. يعني كلمة الله بتقول إن الله لما خلق كل شيء بكلمة، قال فكان، أمر فصار. ليكن على طول تعرف تكون واحد، قال ليكن فكان. لكن عندما جاي يخلق الإنسان ما قالش قال فكان، لكن قال الله نعمل الإنسان على صورتنا. الله في ثالوث أقانيمه، في جوهر لاهوته، في حديث في مجلس اللاهوت، في خلق هذا المخلوق الرائع. عشان كده نعمل الإنسان على لغة الجمع، مش للتعظيم لكن للدلالة على وحدانية الله وجمعه في أقانيمه. عشان كده نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. وبعد كده يقول خلقهم ذكر وأنثى، وبعد كده يقول تسلطوا واملكوا واحكموا، يتكلم الكلام الجميل الحلو ده كله. يجي في أصحاح 2 وخصص أصحاح كامل في كيفية خلق الإنسان، ويقول إن جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية، ميزه عن الكائنات الحية الأخرى. أيوة. فالأصحاح الأول يوم خلق الإنسان، يقول الكتاب رأى ذلك أنه حسن جدا، مع أن كل مرة يقول حسن. في أصحاح 2 يقول أن الله حط فيه روح خالدة، في اسم سفر الأمثال يقول لذاتي مع بني آدم، وفي أشعياء يقول لمجدي قد خلقته. عشان كده كرم الإنسان
وعلى مقامه. طب ناخد تليفون صفت من اسكندريه. اهلا وسهلا بيك، اتفضل. مساء الخير. مساء الخير، اتفضل. انا دخلت على الهواء كده يا فندم. انت على الهواء، اتفضل اتفضل. ايوه بس حضرتك، انا اشكر حضرتك واشكر البرنامج الجميل ده. ربنا يبارك. من وقت ما سمعته وطبعا اتقابلت واستفدت بالبيت حضرتك على الله محبه ورساله الله اني يعرف الحق والحقيقه مش مجرد طقوس وديانات. وانا قبل ما ادخل في الحوار بتاعي هستشهد بكلمه لجبران خليل جبران. اتفضل. بيقول لك خليك جبران. معلش الاخ صفوت، خليك مختصر وخش في السؤال. اتفضل. لا معلش، جبران خليل جبران دي يا فندم. ايوه مدخل للكلمه. بيقول لك بيخاطب الناس اللي بيقول لك ايه، اللي بيقتلوا الانسان عشان يعرف الله. بيقول له يا ايها المراؤون اتقوا الله. يا ايها المراؤون الذين تقتلون الانسان بدعوى انكم تدافعون عن الله، اتقوا الله حتى يتمكن من ان يتعرف على الله. صحيح. فحضرتك فدي بالنسبه للاتجاه ده اللي اتفضل. انا مش سامع صوت حضرتك. لا انا سامعك، انا سامعك كويس جدا. سامعينك يا دكتور حليم، سامعك، اتفضل. كمل. حضرتك فالفكره ان هي رساله البشاره المفرحه. انا على فكره مسيحي، نشكر ربنا يعني. ربنا يبارك حضرتك، ربنا يبارك. ارثوذكسي وشمام. ايوه. ونشكر ربنا. بس في الحياه العمليه دلوقتي في حاجه او معاناه او حاجه معينه انا بعاني منها شخصيا يعني. اللي هي ايه بقى؟ وقت المجتمع المسيحي في الشارع، في العمل، في الجيران. اتغيرت صبغته. يعني هو يتجه يقلد الاخر في تحيته، في كلامه، في عاداته، اسلوبه. الحاجه الثانيه ممكن في لو اتحطينا في موقف، انا واحد مسيحي جاري مثلا او في الشارع او زميلي في العمل، الاخر يستشهد بي لشهاده الزور عليا، والثاني يبقى بكل جراءه يعملها، يشهد زور ويقول ما يقولش الحق. اللي هينصفني انا في ضد الاخر في البار او في العمل او كده، وانا بتاذى وبتضرر. الضرر الاكبر ان انا بتالم وبكتئب وبحبط من كده. ده يعرف ربنا كويس، والمفروض يقول شهاده الحق. انا ما اطلبش منه ان يشهد زور لصالحي، لا، يشهد كلمه الحق لو عليا. ازاي انا اتحصن، او على الاقل المسيح ما احبطش من الناس دي؟ وازاي انا ما اخديش عليك، انا ما يعني بتضايق منهم وبتحصل مثلا بغضه من ناحيتي ليهم. جاز التعبير يعني، مش بغضه بالدرجه يعني. طيب يا خصافه، ربنا يباركك، وصلت الفكره، واحنا بنشكرك جدا. وطيب معانا تليفون تاني. ام تدرس من المنيا، اتفضلي يا اخت ام تدرس، اتفضلي حضرتك. سلام. على الهواء. سلام. انا بصراحه اول مره اشارك في برنامج، بس انا لقيت الموضوع كويس وشايفه انه يا ريت الناس تفهم ان انا بعامل ربنا. ايام يوسف الصديق ما كانش فيه وصيه، لكن هو عامل ربنا وكان بكل امانه ماشي مع ربنا في طريقه وفي حياته. انا شايفه الناس دلوقتي مش بتعامل ربنا فينا اساسا، يعني شايفه ظلم كتير. وانا الموضوع ده صعبت عليا نفسي منه كتير يعني. فيا ريت نعرف ربنا ونعامل ربنا في الناس، وهتبقى حياتنا كويسه وماشيه صح مع ربنا. بس طيب. انا بطلب صلواتكم. ايوه. لينا وان انتوا تفهمونا اكثر واكثر، وتذكرونا في صلواتكم، وربنا يعوض تعب محبتكم. امين يا اخت ام تدرس، ربي يبارك. خليك لاخر حلقه، الدكتور حليم هيصلي لينا كلنا في الاخر كده ان شاء الله. ارجع مع حضرتك، ومن التعليقات اللي قالوها الاحباء يعني مبسوطين، هم مبسوطين بيقولوا احنا في الصميم.
فكده شكل حضرتك هتصيب الهدف يعني. لا احنا مش في ماتش تسابق بيننا وبين الاخرين، بس هنوصل للقلوب اللي هي الحقيقه. انا على قلبي انا بحب الاشياء دي على فكره، لاني انا يعز عليا كتير ان انا اقول الكلمه دي، ان كتار من البشر مش قادرين يفهموا ايه معنى الدين او الديانه. عشان كده السؤال اللي احنا وقفنا عنده حضرتك لما بتقول لي المسيحيه هل هي ديانه؟ كنت عايز ارجع تاني فيه ده، لاني انا اعرف ان كلنا الدين المسيحي، احنا مسيحيين. ليه؟ لان احنا انشئنا وتواجدنا في وسط ديانات. ولا الكتاب المقدس قال ان الجماعه اللي ماشيين ورا يسوع دول او ورا المسيح لهم دين. هل في حاجه زي كده في الكتاب؟ لا ما فيش نهائيا. ده انا هقول لك على شيء حدث وبعدين هكمل الاجابه. حدث في عصر الرسول بولس، المؤمنين في كنيسه كورنثوس انقسموا على بعض، وجماعه قالوا انا لبولس، واخرين قالوا لابولس، واخرين قالوا لبطرس، واخرين قالوا احنا تبع المسيح بس. قسموا نفسهم وبقوا ضد بعض في المسيحيه نفسها. طبعا. فدايما الانسان لو ما خدش باله الشيطان بياخده تحت مبادئ او تعاليم معينه يتبناها وينشئ نوع من التعصب ضد الاخرين. المسيحيه مش كده. المسيحيه هرجع مره تاني واقول الله خلق انسان واحد، زوجه واحده، و و و و وعائله واحده، ومنها جت كل البشريه. كون الله واحد واوجد اسره واحده منها جت كل البشريه، الله ما يعددش ديانات ولا يعمل انقسامات. يعني لكن الانقسامات جت هو الوحدانيه من الشيطان. بالظبط كده، الوحدانيه. علشان كده الله لما يعلن عن ذاته مش بيعلن لفئة اسمهم المسيحيين دون الآخرين. يبقى الله متعصب رقم اتنين، يبقى الله صاحب ديانة، يبقى رقم تلاتة ما نقدرش نقول الله هو الإله الوحيد. طب معلش دكتور حليم، أنا مش يعني خليني برضه أتكلم كواحد من الناس اللي بتتفرج علينا، ماشي؟ طب ما أنا كالله، معلش سامحني في التعبير. لا تفضل. وإنجاز هذا التعبير، خلينا نقول وإنجاز. لو أنا الله دلوقتي وعايز الناس تمشي ورايا، ما لازم اديها شرائع، وبعد شرائع اديها تعاليم، وعنديها مبادئ، وبعدين اديها دين، هريح الدنيا، الدنيا تبقى يعني تبقى الدنيا سهله كده. لا، كلمه دين دي طلعها من القاموس، معلش ما فيش ضروره خالص منها. يعلن عن ذاته يعني خالص كده، يعني خالص يعني دي اوجدها الانسان، موجوده في القاموس اللغوي بتاع يعني البشر. يعني كلمه دين دي نجيها من القاموس. ده بالنسبه لله. الله ما عندوش ديانه، الله ما عندوش دين ديانه وسط ديانات، لكن صنعناها نحن البشر. بالظبط، ابتكرنا مبادئ، خلقنا لانفسنا اشياء، طلعنا. عشان كده ده ضد ده، الديانه دي ضد دي، واللي يلحق التاني يقتله، والبقاء للاقوى، واللي يقتل اكتر يبقى هو اللي صح، والضعيف الغلبان راح في داهيه. ادي مبادئ البشر وادي ديانات البشر. ولذلك ياما ناس مقهورين وياما ناس مظلومين تحت مسمى الديانات. يعني أنا يعز عليا كتير لما أسمع مثلا أن ناس اتقتلوا في حروب سياسية، دفاع عن الوطن، دفاع عن الشرف، دفاع عن الكرامة، دولة تعدت على دولة. لكن يعز عليا كتير جدا جدا لما أسمع الناس بيتقتلوا يتذبحوا بسبب حاجة اسمها الدين. هذه الدين اقتل وقطع الرقبة. عشان كده لما تقرأ الكتاب تلاقي أصحاب الديانات أكثر تعصبا، سواء كان زي ما قال الرسول بولس الديانة اليهودية، بس طلع منها ما بقيش صاحب ديانة، لكن بقي مولود من الله، تبع عائلة اسمها عائلة الله. إذا ما هواش تابع لدين، لكن تابع لعائلة الله. عائلة الله، كل المؤمنين عائلة واحدة، كل الذين قبلوا المسيح أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. حضرتك ساكن في كندا، أنا مثلا عايش في مصر. أنت اتولدت من الله، بقيت ابن لله. أنا اتولدت من الله، بقيت ابن لله، نقرب لبعضينا. احنا عائلة واحدة، اخوات. أبويا أبوك، نبقى لبعض، إخوة. وده اللي قاله الرب يسوع، أباكم واحد في السماوات وجميعكم إخوة. فاحنا كلنا إخوة لبعض، وده يفرح قلب الرب. عشان كده الله يسر بالإعلان عن ذاته، الله يسر بالإعلان عن محبة قلبه، الله يسر بالإعلان عن رغبته في خلاص الإنسان. كلام جميل جدا. هذه المسيحية. كلام. فما هيش ديانة، إعلان الله، إعلان الحب الإلهي متجه لكل البشر. كلام جميل. مش متجه للمسيحيين. شوف يا أسيس سمير. أنا دقيق في العبارة دي بالذات. إعلان الله عن محبته ليس متجه لمن يسموا المسيحيين،
لكنه متجه لكل نسل آدم، كل البشر، لأنه هكذا أحب الله العالم. كلام جميل. بس بيحترم حرية الإنسان. ودي حتة مهمة أنت علقت عليها، بس أنا ما لحقتش عشان الاتصالات. خلينا معاه التليفون. أكمل دي ونشوف التليفون. بص حضرتك. أتفضل. لازم نعرف شيء معين، إن الله بيقدم ذاته لكل البشر ويريد خلاص كل البشر. يعني أهلا وسهلا بكل اللي بيجي للرب، لكن إذا رفض الإنسان قبوله للرب دي مسؤولية شخصية ذاتية. مظبوط. هو يعطي الحساب عن نفسه. مزبوط. مش مسألة الدين. مظبوط جدا. طب ناخد الأخت نهال من إنجلترا. أهلا وسهلا بيك حضرتك، اتفضلي على الهوا. ناخد ابن الرب الأول كنترول روم، طبعا هم بيدوني التعليمات من هنا، فمعلش ناخد ابن الرب الأول من المنيا. ألو. اتفضل. اتفضل. أنا ابن الرب من المنيا، وأنا مؤمن بالرب إيمان قوي. مبروك. وحصلت معايا معجزات واختبارات. اتفضل. سؤالك. معجزات واختبارات بس الشيطان أحيانا، وبتيجي اوقات في نجاحي كده يحاول يكره الناس فيا ويخليني اتدين التدين السليم، واحيانا تيجي امراض عليا يسلح بها الرب، وانا صليب اللي هو محاربات الشيطان. يعني ايه السؤال عايز تساله حضرتك؟ ايه السؤال؟ كيف اتقرب الى الله يعني بصوره مقبوله لديه، وكيف اتوجه نحو المسيحيه الحقيقيه بصوره مثاليه، وابعد عن الشيطان يبعد عني عشان صليب يعني محاربات الشيطان. طب ماشي وصل. كيف اقترب الى الله؟ طب ناخد الاخت عواطف من المنيا. اتفضلي حضرتك، انت على الهوا، اتفضلي. عامل ايه؟ زي اخبارك؟ انا اشكر ربنا، انت عامله ايه؟ اتفضلي حضرتك على الهوا، سؤالك. اللي عايزك تصلي لي ان انا يسوع حبيبي في قلبي وبرنم على طول. امين. ان انا بنسى كتير. ايوه. وتجيب الانفيه تعباني. بتنسي وتجيب الانفيه تعباكي. ايوه النسيان، يعني انا بروح على الصلاه كل صبح احب اسمع المسيح واحب اقرا في الانجيل، يعني بعد ما اطلع 5 دقايق كده يبقى لساني في ترنيم ووعظ، واجي هنا وللي افتح الانجيل وللي افتكر الوعظه. بتنسي. طيب نصلي لاجلك دكتور حليمه، يصلي لاجلك في الاخر. شكرا يا اخت عواطف. طيب معانا الاخت نهاد من انجلترا. طيب احنا منتظرينها لو حابه ترجع. دكتور حليم سوري معلش انا بقاطعك عشان بيبقوا واقفين وبيشكوا، بيقول لك احنا بقى لنا ساعه على التليفون، حرام عليكم. لا اهلا وسهلا، انا اسف جدا يعني. بالعكس انا كنت مبسوط، انا مش عايز اقطعك يعني. لا. طيب ارجع لي تاني حضرتك للحته اللي وقفنا عنها، يعني المسيحيه مش ديانه. لا، المسيحيه اعلان الله عن ذاته ومحبته للإنسان اللي خلقه كرمه. طب لو حد دلوقتي سألني في الشارع أو سألني في مصلحة أو سألني في طيارة أو في أتوبيس، هو حضرتك دينك إيه؟ أقول له إيه؟ هو من حقه يسألني. بس طب وأنا أقول إيه طيب؟ أنا مسيحي ماليش صالح بالديانات، أنا مسيحي. أقدر أقول له كده؟ طبعًا. أقول له أنا مسيحي ماليش صالح بالديانات. لا أنا ولا أقول له أنا مسيحي. أنا مسيحي. أنا مسيحي. أصل خد بال حضرتك أستاذ سمير، مش كل واحد انتسب الى المسيحيه يتقال عنه مسيحي. لا لا استنى، في مسيحيه لا استنى. انتسابيه دينيه خلاص. لا. لكن انا كشخص، انا من حقي انا كشخص مؤمن لما اسال انا مسيحي. طب حضرتك قلت كلمه دلوقتي بقى ما ينفعش تعديها كده، انا بصراحه مش هخليك تعديها كده، قلت مش كل المسيحيين يتقال عنهم ان هم مسيحيين. طبعا. من هو المسيحي؟ المسيحي هو الشخص الذي ملك المسيح على حياته، وده اللي يقدر يقول انا مش ديانة. مع خد بالك، اذا تورثت المسيحيه توارث دياني يبقى انا خلقت من المسيحيه ديانه، يبقى هنا بقيت ديانه. لكن كمبدا الهي اذا قبلت المسيح انا صرت من عائله جديده اسمها عائله الله، انا بقى اسم المسيحي. امتى اطلق هذا التعبير؟ في سفر الاعمال يقول لك ودعي المؤمنين اولا مسيحيين في انطاكيا. يبقى مين اللي اتقال عليهم مسيحيين؟ المؤمنين بس كده. يبقى من هو المسيحي؟
هو الشخص الذي قبل المسيح مخلصا شخصيا وسكن في قلبه بالإيمان بإنسان جديد ساكن فيه الروح يعني القدس. إذا لو حد بيتفرج علينا دلوقتي أو أي حد بيكون مش مؤمن ولم يولد الميلاد الثاني ولم يولد من فوق زي ما حضرتك بتقول والمسيح لم يكن في قلبه ده ينتسب انتساب لكن مش مسيحي انتسابه وهو من حقه لأن ليا ديانة اسمها الديانة المسيحية أنا مش بمنعه براحته بقى ده قصته أنا في فرق بين إن أنا أوضح الحقيقة وفي فرق بين إن أنا أبقى ضد الآخرين لا هو مسيحي خلاص كديانة توارثها مسيحي ديانة مسيحية لا أبوه لا أمه لا جده بالظبط طلع كده بس السؤال ورثها يعني الشخص اللي ملك المسيح على حياته الكتاب يقول كما سلك المسيح ينبغي أن نسلك نحن أيضا ده ليه شروط يعني طبعا عشان أنا ضروري أنا مسيحي واحد اتولدت من الله وسكن فيها الروح القدس اثنين سلوكي نفس سلوك المسيح على الأرض فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في ما لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر لكن أمسك سيف وأضرب وقاتل فين المسيح هتقولي تعاليم المسيح صعبة طبعا صعبة بس في حاجة أنا مرة سألت سؤال معلش أقول حاجة عن نفسي لا أتفضل ومش بعيدة أبي قريب يعني سألت سؤال من أحدهم بيقول السيد المسيح مش وضع عليكم حاجات ناموس صعب جدا يعني دلوقتي لما أدي لك بالكف تديني خدك التاني فقلت له بتسألني أنا قلت له إن عطيتني كف على خد اليمين هتلفك بكفين على خدك اللي قصادي فقال لي طب ما أنا اللي بقوله لك إن المسيح قال حاجات صعبة عليكم قلت له لا ما أنا هكمل بس قال لي اتفضل قلت له في حاجة عندنا في المسيحية اسمها مش تشريع ومبادئ في حاجة اسمها مسيح حي له وجود له كيانه يمتلك الشخص ويسكن في داخله ودي احنا عندنا بنسميها الولادة الجديدة لما يسكن المسيح في داخلي او انا ساكن المسيح في داخلي ما اصبحتش انا منفصل بذاتي تضربني اضربك لكن صار هذا الجسد ملك للرب فانكم لستم لانفسكم لانكم اشتريتم بثمن انتم ملك المسيح اللي سكن في قلوبكم ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم فأصبحت أنا مش ملك نفسي في كمان فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في فالمسيح اللي ملك على حياتي في يوم من الأيام وسكن ملك هذا الكيان بيشوف من عينيا بيسمع بوداني يتكلم على لساني يعمل بإيديا يتحرك برجليا فعشان كده لما أنت بتضربني أنت ما ضربتنيش أنا أنت ضربت المسيح صاحب الكيان فالمسيح لأنه بحبك يحول لك الخد التاني مش أنا فأنا لو بتتعامل معايا كإنسان صاحب ديانة تضربني أضربك وقبل ما تطلق طلقة علي أضرب عليك مسدس في تسعة لكن المسيحية الحقيقية مسيح يملك على القلب هو اللي يحتمل الإساءة مش أنا عشان كده من لطمك على خدك الأيمن يبقى لطم المسيح المسيح يديله الخد التاني ودي المسيحية الحقيقية ملكية المسيح على الحياة ودي ما أقدرش أعملها أنا طبعا أحبوا أعدائكم فين اللي بيحب عدوه العين بالعين والسن بالسن دي أسهل ما تكون وصعب لكن أحب أعداء لو هي صعبة لأن المسيح صعب. أحب الأعداء لأننا ونحن أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابني فلما يسكن فيا يزرع الحب محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا وكون محبة الله انسكبت وصلت هنوصل لنحب الأعداء يعني معانا تفهم من إنجلترا أن هي بتحاول كذا مرة هي معانا دلوقتي أهلا وسهلا الو الو ايوه معانا اتفضل مساء الخير يا حضره الاسيس مساء النور بشكر حضرتك جدا وبشكر قناه الكارما وبشكر الدكتور حليم على فعلا يعني الدرر اللي عمال يقولها وقناه الكارما بتجيب فعلا مواضيع من واقع الحياه لان انا بشوف انه الايام دي زي ما حضرتك تعرف انه الالحاد زاد قوي بسبب انه الناس بقت تروح للدين مش لله ففي نسبة إلحاد كبيرة قوي وأنا عشان كده عايزة أعلن من منبر الكارما وبقول إنه فعلا إحنا الديانة المسيحية دي ده كل الديانات مان ميد يعني من صنع البشر لكن إحنا اللي بنقول للناس تعالوا للمسيحية يعني قصدنا تعالوا
قالوا لشخص الرب يسوع اللي بيحترم حرية الإنسان، فيعني عمره ما بيقحم نفسه. فأنا نفسي أوجه كلمة للملحدين اللي زادت نسبتهم جدا في عالمنا العربي، إنه لو أنتوا وصلتوا إنه فعلا بتتركوا دينكم وبتتعثروا من رجال الدين، مع احترامي لكل شيخ وكل قسيس، لكن في حياة أبدية، هل أنتوا ما بتعتقدوش في إنه في حياة بعد الموت؟ لأنه الله خلقنا على صورته وعلى مثاله، فإحنا الروح خالدة، وممكن حضراتكم تصلحولي، خالدة يعني لا تموت. ففين الروح دي هتروح بعد كده؟ أنا يعني في آخر الأيام محسن يكون 1% من معتقدي كده كملحد إنه ما فيش الله، لأنه زي ما الكتاب بيقول قال الجاهل في قلبي ليس إله. فلو في احتمال 1% بس إن أنا أكون غلط، يبقى أنا هقضي أبدية شكلها إيه؟ فياريت يعني فعلا الواحد يحط الله في الاختبار ويقول له يا رب لو أنت حقيقي فعلا، أنا مليش دعوة بالدين خالص، أنا بنادي عليك أنت، أنت اظهر لي نفسك. لأنه فعلا الجملة اللي قالها الدكتور حليم وبشكره جدا من كل قلبي، إنه قال الآية الجميلة الله يريد الجميع أن يخلصوا يخلصون ومعرفة الحق يقبلون، لكن الشيطان عايز الجميع يهلكون وإلى جهنم يذهبون. ده فعلا الشيطان عمال يعني الأذان لألا تضيء لهم إنارة مجد المسيح. فأنا يعني الحتة اللي نفسي فعلا أحطها الكتاب بيقول هتبرد محبة الكثيرين، لكن في نفس الوقت هتزداد النعمة. فياريت حضرتك وحضرة الدكتور حليم توجهوا كلمة للنعمة فعلا اللي متاحة دلوقتي للناس كلها، انه في فرصة دلوقتي، انت حي ليك فرصة حياة، لكن بعد الموت مفيش فرصة. فياريت يكون الموضوع سيريس وجد، وما تنامش على مخبتك الا وتتأكد انت هتقضي أبديتك فين. وربنا يبارك، رب يبارك حضرتك. وصلت الفكرة. ومعانا سامية من الغردقة، تفضلي. من فضلك كنت عايزة أسأل الدكتور، هل الواحد لما يكون عايز يبقى مسيحي حقيقي، طب ماشي أنا قبلت المسيح في حياتي رب مخلصا، بس أنا بغلط. هو كمان قال، هو كمان الدكتور قال لازم يكون حياته وسلوكه زي سلوك المسيح. مين فينا زي سلوكه على طول زي حياة المسيح زي سلوك المسيح؟ ما فيش حد فينا كده. يبقى أنا كده، أنا لو وقعت مرة أو اثنين أو عشرة بقى على طول في حياتي، مؤمنة بيه جوايا، هو مالك كل حاجة، بس مش كل حاجة قوي، ساعات بضعف ساعات بغلط. هل كده يبقى هو، يبقى أنا كده خسرت؟ هل كده يبقى أنا مش مسيحية حقيقية؟ طيب يعني خليك معانا دكتورة حليم، وصل سؤالك وان شاء الله يجاوب علينا. هناخد تليفون تاني ونرجع نجاوب على سؤال حضرتك. معانا ميلاد من القاهرة، اتفضل يا ميلاد. مساء الخير. مساء النور يا اخي ميلاد، اتفضل. الاستاذ سمير معايا؟ ايوه، مع حضرتك والدكتور حليم مع حضرتك. اهلا وسهلا. انا استمتعت باختبارك قبل كده، كنت ربنا يبارك مع الاخ زكريا ساولو. ربنا يبارك، استمتعت بالاختبار بتاعك جدا جدا. امين. أنا شكرا. مشكلتي يا سؤالك سؤالك اتفضل. ان انا بسلم حياتي للمسيح كل مره في الاجتماع، وبعد ما اطلع الاجتماع بحس ان انا برجع تاني زي ما كنت. على طول بسلم حياتي يعني، وما بتدخلش يعني. مثلا في العيل ارحمني الله انا الخاطي وذهب الى بيت مبررا، انا بقولها هقولها حضرتك مئات المرات، وبقولها بكل صدق، وبقولها بكل من فعلا من كيان ومن قلبي. بس ما بحسش ان انا نقطة خلاص يعني. ربنا يباركك يا اخي ميلاد. دكتور حليم، طيب دكتور حليم، الاخت ساميه من الغردقه قالت ان حضرتك بتقول ان لازم الواحد يعيش المسيحيه، وان المسيح هو المثل الاعلى لينا، واللي خلقنا على صورته، ان احنا نعمل اعماله. المسيح الحقيقي هو الذي يسلك كما سلك ذاك. وقالت يعني انا ساعات عاملها وما بقدرش، اقدر مره وما اقدرش مره، اقع واقف، اعمل ايه؟
أعتقد السؤال حلو كتير، وبس عاوز أربطه بسؤال أعتقد في أخ سأل كيف أقترب إلى الله بتاع المنيا. ده ميلاد؟ ما أعرفش بتاع المنيا اللي قال كيف أقترب إلى الله. كيف أثبت أو كيف أقترب إلى الله. كيف أثبت أو كيف أقترب إلى الله. الاثنين في اثنين سألوا فعلا. الاثنين داخلين في بعض فنجاوب السؤالين في إجابة واحدة. طيب اتفضل. معلش. اتفضل. أولا علشان أنا أقترب إلى الله لازم أفهم شيء مهم. ان انا بنفسي مش هقدر اقترب. انا عارف الاجابه بتاعتي هتكون صعبه شويه لكن ان شاء الله تبقى بسيطه وسهله في النهايه. الانسان في فكره يبحث عن الله لان الله حط في داخل كياننا احنا غريزه اسمها غريزه التعبد، ولذلك اللي ما لقوش اله بيعمل اله، ودي رجعنا لكلمه الديانات تاني. لان الله انشا في كيان البشري عن دون الخلائق الاخرى، يعني ما شفناش اي كائن حي غير عاقل راكع في الشارع وبصلي، لكن بنشوف بني ادمين كتار بيصلوا، كل واحد بيصلي بطريقه معينه. لان غريزه التعبد موجوده في الانسان، فالانسان يبحث عن الله، يبحث عن الله عمره ما هيوصل. انا عارف برضو ارجع تاني واقول اعتذر لان الاجابه تكون صعبه. عمر الانسان في بحثه ما هيوصل. ليه؟ لان انا المحدود ببحث عن شخص غير محدود، وعمر المحدود ما يوصل لغير المحدود. رقم اثنين، الكتاب المقدس لا يقول ابحث عن الله، لكن يقول الله يبحث عنك. شبه الإنسان بخروف ضال، الراعي بدور عليه لغاية ما يلاقيه. شبهه بدرهم مفقود، صاحبته بتكنس البيت وتفتش باجتهاد لغاية ما تلاقيه. شبهه بابن ضل وبعد وأبوه مستنيه، وقبل ما يرجع الابن كان أبوه واصله واخده في حضنه. ده يورينا الله يبحث عنا. ده اللي أنا عاوز أخونا أو أختنا اللي بيقول أقترب إلى الله، مش إحنا نقترب، أنا عاوز الله اقترب إلي. في العهد القديم قال اقتربوا مني، كم واحد اقترب؟ في العهد القديم ارجعوا إلي، كم واحد رجع؟ في العهد القديم قال التفتوا إلي واخلصوا، كم واحد التفت؟ ولذلك لأن الإنسان انحرف وابتعد وتحول وطلعت النتيجة زي ثانوية عامة أيام نحن لم ينجح أحد، الجميع أخطاء وحوزوا في مجد الله، كانت النتيجة إن الله في غنى نعمته، وده الإعلان الإلهي الأكمل. الله في غنى محبته، جانا من السماء مخصوص، وصل إلينا، الله ظهر في الجسد. لما وصل إلينا مش إحنا اللي قربنا، هو اللي إيه؟ هو اللي اقترب منا. لما اقترب منا ما قالش اقتربوا، ما قالش رجعوا، ما قالش التفتوا، قال تعالوا إلي. فتح أحضانه بقول لي تعالى بقى، تعالوا إلي يا لكلكم يا اللي شعرين بالتعب، يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. كلفة الراحة دفعها في الصليب، والبرهان الأكمل على كمال الراحة يديها لنا القيامة من الأموات، وحي موجود ويرغب في رجوعي. يبقى إذن بمجرد أننا أثبت نظري عليه وأثق في محبة قلبه وأنه جاي من السماء علشاني، وأتنازل عن كبريائي ومبادئي ودياناتي والكلام ده، وأجب روح الاتضاع والانكسار مع العشار، وأقول له ارحمنا أنا الخاطي، أو زي ما بيقول المرنم يا اللي مت بدالي وشلت كل أحمالي أنا راجع لك، ادخل لقلبه كيان وحياتي. هنا بيحصل عمل روحي إلهي، ودي المعجزة. أعظم من معجزة الشفاء من سرطان، وأعظم من معجزة قيامة ميت، إن يدخل الإله الحي ده في كياني، يخلقني من جديد ويسكن ويستوطن في كياني. عشان كده دي حياة جديدة، ولادة جديدة، ده اختبار جديد. كونه حي فيا بقى المسلك يتغير، لأن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. بس أرد على الأخت بقى، ده أنا بس حبيت أقول الاقتراب إلى الله. أنا آتي بخطاياي إلى شخص المسيح، من مات لأجلي وقام هقبله مخلص شخص يدخل لحياتي، هيغيرني تبقى لي علاقة متينة مع الله، ما فيش حد يقدر يشككني فيها لأن روح الله القدس سكن فيه. لكن هل أنا حليم اللي بتكلم من ساعة ما ماما ولدتني لغاية عمري ده ما صبتش بمرض؟ ما فيش مرة كحات؟ ما فيش انفلونزا؟ ما فيش إسهال؟ ما فيش سخونة؟ ما فيش يعني خلينا واقعيين. هل لما أنا خدت انفلونزا ماما عادت تصرخ وطلتم وقالت يا ولدة المالك حليم مات؟ اقول انا ما متش، انا حي بس انا عيان. احنا كاحياء قبلنا المسيح في ارض العدو، ما وصلناش المجد فوق، ما وصلناش السماء، احنا في ارض المعركه، في ارض اعدائنا،
اخاف من كلمه اعدائنا يفكروا اعدائنا البشر. احنا البشر كلنا كلنا كلهم بنحبهم. الرب يصيب مش بشر اعداء يعني. ولا انسان عدو ليا، حتى طبعا. اللي عاديني انا بحبه من قلبي وببكي بدموعي عشان الرب يتعامل معاه ويديله الاختبار اللي خلصني بيه يخلصه، لان ده انسان غرر به العدو وضحك عليه، لازم نحبه ونصلي لاجله. لكن ليا عدو وهو الشيطان، مش قاعد ساكت ضد بالمرصاد، انا في ارض العدو في ارض المعركه، عشان كده ممكن اخسر جوله في المعركه، هزيمه انهزم، الجسد ممكن يشتهي واغلط، ممكن العالم ممكن لو انا مش شبعان بالرب اقدم الزباله بتاعته اشتهيها، فانا في معركه. عشان كده الحل الوحيد ان انا اكون في شركه دائمه ومستمره مع الرب بالقرب من الكتاب الله، واخد خلوته ووقتي اشبع بيه كل يوم، مش جاري على العالم وارجع واقول انا انهزمت. لازم اخد وقتي، انا مش انسان آلي شغال آلة، لا، انا فيا روح ونفس تحتاج الى استقرار وراحه وشعور بالامان، وده ما لاقوهوش غير بالعلاقه مع الرب والوجود في محضره. عشان كده مهم ان انا ما افشلش لو زليت، اعرف الزلل والسقط. يعني لو سقطت ما لا تشمت بي عدوتي، فان سقطت اقوم، مش ساقوم فورا، وبعدين اقوم واروح للرب. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. هقول عباره صغيره على الايه دي، امين وعادل، يعني انا غلطت كمؤمن هروح للرب، ان اعترفنا، لما اعترف هو امين، امين اذا خد حقه ما يطالبش بيه تاني، لو طلب بحقه تاني يبقى مش امين. طب خد حقه، طب خلينا في عادل، عادل لا يتساهل في حقوقه، يبقى عادل لازم ياخد حقه، امين اذا خد حقه ما يطالبش بيه تاني. طيب الله في عدله خد حقه؟ نعم، خده من مين؟ من المسيح البديل، مات لاجل خطايانا. طب والله امين؟ نعم، انا رايح للمسيح اللي حمل خطاياي، امانته المرتبطه بعدله اللي خد حقه يغفر خطايانا ويطهرنا من كل اسم. جميل جميل. عشان كده ما خافش. يعني انا اقول لكل احبائنا المشاهدين واختنا، ما نخافش من الزلل. الرسول بولس قال نحن الذين متنا عن الخطيه مش كيف نعملها، لان من الجائز الغلط، بس مش مبدا عيشه. الخاطي مبدا عيشه، الخطيه مبدا حياته، العنف، القتل، الخصام، السرقه، الفكر السيء، كل السلسله دي مبدا حياه. لكن المؤمن مبدا حياته القداسه، الله لم يدعنا للنجاسه بل للقداسه. عشان كده الرسول بولس يقول نحن الذين متنا على الخطيه كيف نعيش بعد فيها؟ نعيش يعني ان زليت ما اقدرش اتمدى فيها واعيش فيها. في الروح القدس يحزن، لا تحزن الروح القدس. عشان كده المؤمن لما بيغلط تلاقيه حزين، مش قادر يرنم، مش قادر يعبد، ودموع على خده، وما يرتاحش غير لما يروح في حضن سيده واقول له يا سيدي انا غلطت، معلش سامحني وارفعني. والرب محبته بلا حدود وعارف ضعفنا البشري. جميل قوي. معانا شويه تليفونات كده ناخدها يا دكتور حليم. اهلا وسهلا. الو بنت الرب من الجيزه. هي حياه وانا حد مش متعلم. الاسيس حسن اسيس حليم حسب الله كان خد خدمه من زمان قوي، بس دي بنت كان بيتكلم في روميا قال لك الجهلاء يكونوا حكماء. كنت بخش اتعزى في ترنيمه واطلع، قلت له يا رب ده كنت فاهمني كلمتك. الله الو معايا؟ ايوه سامع، اسامين حضرتك اتفضلي. الله بيبقى حبيته بقى يفهمني الكلمه حتى وانا مش متعلمه. يصدق ويؤمن، وكمان هو قال كريزو بالانجيل الخليقه كلها، ما قالش كريزو لحد او حد لا. فاللي عايز يدور على ربنا شخص يسوع المسيح هيلاقيه ويبقى عامل معاه الطريق. الشخص يقبل. وانا بشكر الاستاذ حليم حسب الله ان هو اللي بناني. ربنا يبارك. عندي 36 سنه. تاريخ جميل، ده حاجه مشجعه قوي. ربنا يبارك، ربنا يبارك حضرتك. حد ما في اي ظروف الله بيقدر يوصل للانسان، متعلم، جاهل، ظروفه صعبه. الله محب. رب يبارك حضرتك، نشجعك ربنا. معانا يوسف من المنيا. الو ايوه اخي يوسف اتفضل، حضرتك على الهواء اتفضل. ازيك يا جناب الاسيس؟ ازي حضرتك اتفضل سؤالك. على حضرتك على دكتور حليم. معاك دكتور حليم سامع. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا وسهلا. ازيك
ديني. الناس اللي هي بتبشر البشر باسم الدين او بتجيب نفوس للمسيح باسم الديانه المسيحيه، طب الناس دي يعني ايه تسكت دلوقتي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، الله كان شعبه المختار مين؟ مش كان شعب اسرائيل وكانت ديانته يهوديه؟ ازاي ما كانش فيه دين؟ ما هو من البدايه في اديان. طيب لا حلو جدا يوسف، الدكتورة حليم هيجاوبك. هي الأخت متشجعة، بنت الرب من الجيزة، متشجعة جدا، رب غير رغم هي لا تجيد القراءة ولا الكتاب، فهمت يعني، لكن الرب وصل لها، فهذا مشجع جدا من خلال حضرتك من 18 سنة. رب يبارك، نشكر الرب كتير قوي. الأخ يوسف من المنيا برضو قال شويه اسئله، يعني سؤالين سالهم، سؤالين حلوين يعني. اتفضل. فهو بيقول السؤال الاولاني بيقول يعني دلوقتي الجماعه المسيحيين اللي بيبشروا هم بيطلعين يبشروا بالدين المسيحي يبطلوا، ولا هو فاهم يعني، ولا نفهمه ازاي يعني؟ ده السؤال الاولاني. تخلصوا نيجي على السؤال الثاني. انا حليم، انا كارز، انا بقدم رساله المسيح لكل العالم، مش ببشر بديانه. انت بتقدم الاخبار الساره. بص يا استاذ سمير، واخونا برضو السائل السؤال ياخد باله، اللي ببشر بديانه ببشر بمعتقده، ببشر بما هو يدين به، ولذلك من لا يتبعه فاصبح من المستحقين الموت. ده اللي ببشر بديانه. لكن الرب يسوع قال اذهبوا الى العالم اجمع، رجعت للكلام الاساسي اللي هو رساله السماء لكل البشر، اذهبوا الى العالم اجمع. ما فيش حاجه اسمها ديانات. واكرزوا بالانجيل. اكرزوا بالاخبار الساره. قولوا للناس الله بيحبكم. الله لا يريد هلاككم، الله يريد خلاصكم. لهذا السبب جاء من السماء متجسدا، حمل عقوبه خطاياكم وخطيتكم، ودفع كل الثمن في الصليب والاعلان القيامه من الاموات، وبرحب بيكم للتصالح والتسامح. فدي رسالة بتتقدم، مش بكرز بديانة. أنا لا أكرز بديانة، لكنني أكرز بشخص. الرسول بولس قال بتكرز بالمسيح، لكن بولس بتكرز بتعاليم معينة. الرسول بولس قال للمؤمنين اللي في كورنثوس، قال لهم لما كنت وسطيكم أنا عزمت وحطيت على قلبي أن لا أعرف أحد بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. ده المركز بتاع المسيحية، المسيح الذي مات على الصليب وقام. إن شلت دي ما تبقاش مسيحية. عشان كده لا نكرز بديانة. الديانة مرخصة، عارف إيه؟ افعل. والناحية الثانية لا تفعل. إذا فعلت فلك، وإن لم تفعل فلك. يعني هذه الديانة لك يعني. استحالة كده لك وكده لك. استحالة المسيحية تكون كده. لكن المسيحية الكرازة بالإنجيل تقول يا بشر أنتم خطاط جميعكم بدون استثناء، كلكم، اللي يقول أنا صالح واللي يقول أنا طالح، الجميع زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، الله في محبته حبكم جميعا. البرهان جه من السماء في شخص المسيح عشانكم، حمل خطاياكم وخطيتكم، مات على الصليب ورفع لعنتكم، سدد كل الحساب اللي عليكم في اليوم الثالث، قام بابتسامه حلوه وفتح احضان، بقول تعالى يا خاطي واصطلح معاي، هغفر لك، هسامحك، ابررك، اريحك، افرحك، اضمنك، اشيلك على الاكتاف، تبقى لك مكان عندي في السماء. ادي الانجيل. هذه هي البشاره اللي احنا نبشر بيها. في جميل قوي. طيب الشق الثاني من السؤال بتاع الاخ يوسف بيقول يعني من البدايه وتوجد هناك ديانات زي الديانه اليهوديه، فيعني ليش معنى دلوقتي عايزين تشيلوها من الدنيا يعني؟ احنا ما شلناش. انا اعيد مره تاني ان الشيطان قسم العالم، ابعد فئه بعيد عن الله علشان يهلكهم. الله اختار بالدعوه والاختيار فئه ابراهيم، طلعه من الوثنيه. من ابراهيم جه اسحاق، من اسحاق جه يعقوب، من يعقوب جه 12 سبط. نسبة لمواعيد الله مع الآباء استمر يعلن عن ذاته ويقدم شرائعه، ما بقتش ديانة، ده إعلان الله لشعبه.
زي لما انا بقول دلوقتي اعلانات الله لكنيسته، الكنيسه، المؤمنين المفديين المخلصين بالنعمه. الله يسر بالاعلان عن ذاته في بيته. فدول كانوا شعب زمان، سرعان ما تحولوا من شعب الرب وشرائع الرب وعهود الرب وعباده الرب الى خلق مبادئ سماها بولس الرسول تقاليد الاباء اللي انشات فيه العنف. عشان كده مش اليهوديه ديانه، اليهوديه بقيت ديانه. مين اللي عملها؟ الانحراف عن الله وعن تعاليمه. هقول المسيحي، لكن مش الله اللي عمل. لا هقول المسيحي، اذا الله ما عملش ولا ديانه. هجيبها عندنا احنا بقى. ما دام كده خلينا بعيد عن اليهودي، خلينا بعيد عن المسيحيه. لما بدات بايه؟ بدات ب 12 رسول، سفر الاعمال 120 تلميذ بما فيهم الرسل وبعض النسوة الأخوات مكتوبة أسمائهم في عمل واحد. في أصحاح 2 جه الروح القدس خلص 3000 نفس، بقي العدد 3120. بعدها بشوية وصلوا 5000. بعد كده انتشروا، زاد عدد المؤمنين وبطل يعدوا، ما فيش عدد. لكن قال ودعي المؤمنون مسيحيين، الأساس فمسيحيين. محبة الله معلنة للبشر، كرازة لكل الناس، اللي يقبل يخلص والذي لا يقبل يهلك. مع الزمن صارت في تعاليم وصار في إضافات وأشياء ممارسة، وأصبحت المسيحية للأسف تدافع مش عن إيمان مسيحي، تدافع عن عقائد وتدافع عن مبادئ. ومن هنا تعددت الطوائف ودخلت المسيحية في وسط الديانات باعتبارها الديانة المسيحية. احنا اللي عملنا كده، احنا اللي عملنا كده، اليهود عملوا كده واحنا عملنا كده. لازم نرجع للاصول. الله ما عندوش ديانات، الله عنده بشر يحبهم، حبهم وجاء من السماء ومات عشانهم. يريد ان جميع الناس، مش المسيحيين، جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس أنفسهم، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. عشان كده ما نقدرش نقول المسيحية ديانة. طيب المسيحية بما أنها مش ديانة لكنها حياة، ده اللي حضرتك بتقولهن، دي المسيحية. المسيحية مبنية سلوك. على شخص اسمه الرب يسوع المسيح، ونعيشه ونعيشه، يحيا فينا، يحيا فينا. نعم. طيب السؤال، يعني خلينا أكون صريح معك، ينفع؟ تفضل. هي صعبة، ما تحاولش تسهلها لي. هرجع تاني أقول لحضرتك هي صعبة. اللي هي إيه صعبة؟ اللي هي المبادئ المسيحية. طيب التعليم المسيحي. يعني تقول لي حضرتك النهارده حد بيتفرج عليك، طيب، وواحد لسه شتمه في الشارع اللي وراه، وشتمه هو ومراته وعياله، ودلوقتي هينام النهارده من غير ما ياخد حقه؟ طيب ده كلام حلو خالص. ممكن تسمح لي بس ادي تشبيه بسيط؟ اتفضل. بس ما يعني، يا بس انت تعرف تعترف انها صعبه. المشكله ان انا اللي هسالك المره دي. ايه راي حضرتك في واحد ميت وبعدين تجيب له افضل الماكولات وتقول له يا محترم يلي ما في زيك في الدنيا، يلي اسعدتنا بوجودك، قوم كل، تعبنا وجبنا لك الاكل، وبعدين ما يقومش تقول له خلي عندك ذوق وقوم كل. مهما استخدمت اسلوب الاطراء او الذم، هو ميت، هو ميت يا دكتور. نعم. عليب ده هو ميت، عامل ازاي؟ لا هياكل ولا هيشرب ولا هيعمل. طيب تقول له طيب قوم خليك حلو وارفع معانا المكتب. هيرفع معانا المكتب؟ هيعمل؟ لا. ليه؟ لانه ميت. طب اتجرأ واقول كلمه صعبه شويه. سمة الميت عفن ونتانا. لما مات لعازر والرب راح يقومه في اليوم الرابع، مرسى اخت الميت تقول للرب قد انتن. فدي حاله. ايه رايك لما الميت ينتن يطلع رائحه العفونه وتقول له عيب عليك ما تطلعش العفن على الناس؟ هيبطل؟ لا طبعا. يبقى اذا في حاجه اسمها ميت. الكتاب المقدس بيقول عن الانسان وهو منفصل عن الله ميت، وانتم اذ كنتم اموات بالذنوب والخطايا. انت بتحاول بتحسن في واحد ميت. ميت، الميت يحتاج الى حياه. يبقى الاول الميت ياخد حياته وبعد كده اكله. لما راح اقام طبيسه
من الموت، طليسة بنت يايروس، يا طليسة لك أقول قومي. يقول الكتاب قامت ومشت، قال لهم يسوع أعطوها لتأكل. السؤال، قومها الأول ولا قال أكلوها الأول؟ قومها الأول. يبقى إذن الحياة أولا. المسيحية بقى روعتها فين؟ إنها تعطي حياة، مش مبادئ، تعطيني حياة. بيقول لي أنت ميت، تعالى اقبل المسيح الحي يحييك. الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. لأنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات بالذنوب والخطايا صوت ابن الله والسامعون يحيون. عشان كده لما أنا آجي للرب خطاياي ومقتنع وبقول له أنا ميت بذنوب وخطاياي بس أنت حملتها على الصليب ارحمني وقبلني، يمنحني حياة، بل حياة أبدية، حياة من صنف حياة المسيح. البعض بيفكر الحياة الأبدية بيفكروها هي السماء. الحياة الأبدية هي المسيح نفسه، يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. عاوز الحياة الأبدية خد المسيح. إذا أخذت المسيح أنت أخذت الحياة الأبدية، أصبح الحياة الأبدية في داخلك، المسيح حي فيه. يبقى مين بقى اللي هيسهلها، أنا ولا هو؟ أنت قلت لي صعبة، أنا قلت لك أمين، صعب على الإنسان الطبيعي. هو لا يسهلها بقى. مية مية. طب ولما يجي المسيح ويخلقني من جديد ويسكن فيا ويحيا في داخلي، هيسهلها. يسهلها ولا ما تقول؟ هيسهلها ونص. لا أنا أقول لك ما يسهلهاش، عارف ليه؟ لأنه هو اللي يحياها مش أنا اللي أحياها. طيب معانا أبو مهند من الأردن، أهلا وسهلا بيك أبو مهند، اتفضل. اتفضل حضرتك. مساء الخير. يا مساء الفل، اتفضل حضرتك، خش على طول عشان بقى لنا وقت قليل، اتفضل. تحية محبة للأخوة. المسيحية نمط حياة، طريقة حياة. وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور، وردت في أفسس 5:8. هل حياتنا المسيحية يوم الأحد؟ وهل ندرك أننا فريق واحد لا نفكر إلا في تمجيد الله؟ ولكن خلال الأسبوع ننسى مركزنا في المسيح ككوننا سفراء عنه. إن الحياة المسيحية ليست منوطة فقط ببابنا نجتمع فيه أو بيوم معين في الأسبوع. لم يقل الرسول بولس في رسالته إلى أفسس إنه خلال أوقات معينة فقط يجب أن تظهر محبة المسيح من خلالنا للآخرين. أن نمتنع عن النجاسات وعن كلام السفاهة والهزل. كلا، يجب أن نكون حريصين للغاية في طريقة عيشنا، ونفتدي الوقت لنكون بلا لوم قدامه دائما. هل نعيش حياة مسيحية طاهرة خالية من أي شائبة؟ هل نعلم أنه يجب الرب يبارك حضرتك، الرب يباركك، وصلت امين، وصلت الرساله يا ابو مهند، ربنا يبارك حضرتك واحنا سعداء بيك. معنا مايكل من المنيا، اتفضل. الدكتوره ساميه، انا اسف معاش التليفونات النهارده ظهر فيها مشكله يعني. دكتوره ساميه اتفضلي. اسمعينا من التليفون ووطي التلفزيون او تبعدي عن التلفزيون. اوكي تفضلي. تفضلي دكتوره ساميه. تفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، تفضلي. بمسي على الدكتور سمير والدكتور دكتور حليم الرائع حليم. انا متابعه حضرتك جدا واجتماعات الصلاه دايما. الرب يبارك حياتكم. الرب يبارك. سؤالك. ربنا يخليك. من فضل حضرتك، انا بس يعني عايزين صلاه كتير جدا جدا، علشان انا شايفه ان الشيطان يعني في أزهى عصوره. حضرتك وطي التلفزيون، معلش وطي التلفزيون خالص عشان نسمع بس صوت واحد، معلش انا اسف.
ان الشيطان سأذها عصره وانه متلعلع جدا، الناس اللي بتتهجر من بيوتها والشباب اللي بتقتل تحت اسم الدين، واحنا محتاجين صلاة كتير جدا جدا جدا. كمان ظاهرة الإلحاد اللي منتشرة جدا، اي نعم مفيش خوف على اسم الرب يسوع والمؤمنين، لان على اسس راسخة اللي يخاف من الحاد ولا يخاف من وثنية ولا يخاف من أي ظهور أي اعتناق تاني، فدول الطبيعي حاسين بالهشاشة في إيمانهم، ملناش دعوة بيهم. إنما إحنا محتاجين صلاة كتير جدا، ونتمنى رضا المحبة. وأنا طلب من الدكتور حليم إني أعرف بس اجتماعاته في القاهرة، لان انا من محبينه جدا، وشكرا وربنا يسعدك. امين. ربنا ويعدد خدمتك. ربنا يبارك حضرتك الدكتور حليم حسب الله. حضرتك خلي تليفونك في الكنترول روم، ويقدر نقدر ندهوله ويقول لك على الاجتماعات اللي هيكون موجود فيها في القاهره، وتحت امر حضرتك. طيب معانا سمعان. مساء الخير وسلام المسيح معاكم. الله يخليك، اتفضل يا اخ سمعان. الرسول يعقوب في رسالته الصحيح الاول وعدد 27 بيقول ان الديانه الطاهره النقيه عند الله الاب هي افتقاد اليتامى والارامل وحفظ الانسان في بلدانه في هذا العالم. فسؤالي هنا في مفهوم للديانه الطاهره، هل في ديانه طاهره فعلا وفي ديانه غير طاهره؟ يعني مفهوم الديانه ايه والتدين؟ ده سؤال لحضرتك وشكرا خالص. شكرا. قبل ما ناخد اي تليفون تاني، احنا وقتنا بقى قليل، مش باقي كتير، باقي 5 دقايق بالمناسبة. فأديني حضرتك يعني الإجابة دي، لما الرسول يعقوب فعلا قال الديانة الطاهرة عند الله هي، يعني أنا مش عايز أتكلم أنا أكتر من حضرتك، فإذا في ديانة هي، عايز يقول كده الأخ اللي سأل. لازم نعرف مفاتيح للأسفار نفسها. كل عمارة كبيرة ضخمة لها مفتاح تدخل منه. لكن إذا ضاع المفتاح منك مش هتقدر تدخل العمارة وتعرف التفاصيل اللي فيها. كل رسالة، كل سفر في الكتاب المقدس ليه مفتاح لازم يبقى معاك عشان تدخل لفهم هذه الرسالة. الرسالة اللي كتبها يعقوب كتبها لمين؟ وده سؤال يفرض نفسه. علشان أقول الآية اللي قالها يعقوب لازم أعرف الرسالة اتكتبت لمين. يعني يقول في مقدمة الرسالة الأصحاح الأول، يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى 12 سبطا الذين في الشتات. يبقى إذن الرسالة كتبت لمين؟ 12 سبطا الذين في الشتات، اللي هم مين يعني؟ اللي هم من أصل يهودي. يبقى رجعنا اللي هو الديانة نفسها اللي اتكلم عنها الرسول بولس للناس اللي في غلاطية، لأن الناس اللي في غلاطية دخل في وسطهم ناس يهود عاوزين يحولوا المؤمنين عن المسيح للاستكمال بالديانة اليهودية والناموس. ولذلك بيقول لهم أنا كنت في الديانة دي وخرجت إلى عائلة جديدة، ليه أنتوا عاوزين ترجعوا للعائلة دي تاني؟ في غلاطية هنا بقى يعقوب بيقول لهم في نفس الرسالة للإثني عشر سطرا بيتكلم عن الناموس الروحي والناموس الشرائع اللي الدهول الرب ليهم والناموس الطبيعي، يتكلم عنه في نفس الأصحاح. عشان كده قال اللي هو بيقول إني دين ومش قادر يضبط لسانه قدامي في نفس الأصحاح، فديانة هذا باطلة. فبيكلم على ناس بيقولوا إحنا عندنا ديانة. ويعقوب دايما بيخاطب الأشخاص اللي هم ماسكين في مبادئ وديانات. يعني مثلا يقولك إن قال أحد، فأصحاح 2، إن قال أحد أن له إيمان وليس لهذا الإيمان عمل، يبقى فين إيمانه؟ أريني إيمانك بدون أعمالك وأنا بأعمالي أريك إيماني. فعشان كده بيتكلم عن إن قال أحد، عشان كده من قال أنه دين ولم يلجم لسانه فديانة هذا باطلة. عاوز يقول إذا كان عندك مبدأ وعندك ديانة صح تحفظ لسانك من الغلط، لكن عندك ديانة ولسانك بيطلع كلام مش مظبوط، كلام السفاهة وكلام القباحة، يجي بعد كده يقول لهم وعاوزين تعرفوا إذا كان في ديانة
الديانة الطاهرة النقية هي افتقاد اليتامى والأرامل في دقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس. هنا يجي السؤال بقى، كيف يحفظ الإنسان نفسه من الدنس والخطية إن لم يولد من الله؟ صح. وإذا ولد من الله يبقى خرج من ما يسمى ديانة، بقى عائلة الله. عارف لما واحد تدي له الرسالة بالطريقة اللي هو عايزها، نفس الطريقة اللي استخدمها يعقوب، واخد بالك؟ إذا كان عندك ديانة تفتقد اليتامى والأرامل. لا ده مالي صلب حالي. طب امتى ابقى معطاء واعطي؟ لما تولد من الله وتبقى طبيعه الله فيا واحب المسكين والفقير واليتيم. اذا لا ديانه طاهره نقيه ولا ديانه تحفظ الانسان نفسه من الدنس الا عندما المتدين يرجع الى الله. ثلاث اشياء: لسانك مش محفوظ، بخيل ما بتعطيش الفقراء، حياتك مش نقيه. طب الثلاثه دول يجوا ازاي؟ روح للرب بقى، تخلع من ديانتك وروح للرب. هذه هي الديانة الصحيحة. إذا عاوز ديانة فهذه الديانة الصحيحة، العودة إلى الرب والتصالح معه. سكن المسيح بالروح القدس فيك يحيى في داخلك، تصير واحد من عائلة الله. شكرا رب حقيقي، يعني كلام فعلا. أنا أعتقد تلميت الموضوع، يعني أنا مبسوط جدا. أنا حسيت أن كل أسئلتنا وأسئلة السادة المشاهدين وصلت لنا. دكتور حليم بين لنا دقيقتين، فتوصلت طلبات صلاة كتيرة جدا، انا مش قادر اخدها كلها حي. لكن الصابر بيضرب مراته، لان عايز حضرتك دلوقتي تصلي لاجل الساده المشاهدين اللي طلبوا صلاه. بيضرب مراته وعياله. ابن الرب بنته محتاجه نسل. بنت الرب ابنها بياخد مخدرات. سحر عايزه معموديه روح القدس. وائل عليه روح شريره. امير خد علاج غلط والدنيا اتلخبطت معاه. بيقول كده في واحد عنده الكلى، ابن الرب الكلى. الحاجات ايه رايك لو تغمض عينك بس وتصلي لاجل انا أطلب. عايز مش انا اللي اصلي بس، انا عايز هم اصحاب الاشياء دي هم يصلوا كمان معايا. امين يا رب. يعني يا ريت الاخ اللي عنده مشكله، الاخ المستعبد اللي بيضرب مراته، تعالوا نصلي كلنا، نحط آمين. الصلاه وانا ارفع صلاتي معاهم. آمين. والرب وعدنا ان اتفق اثنان منكم في اي شيء يكون لهما من قبل ابي. امين. تفضل. شاكرينك من كل القلب ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي يا لأجل محبتك وكمال إعلانك. أنت تعلن عن ذاتك ومحبة قلبك لنفوس قد أحببتها، تريد خلاصها، تريد أن تدخل إلى حياتها فتريحها. يا رب أصلي إليك أن تذكر كل الذين شاهدونا وكل الذين سمعوا الرسالة. افتح قلوب الكل وخلي الساعات الدقائق دي اللي احنا فيها دقائق بداية لحياة جديدة وعلاقة جديدة معك. أصلي لأجل الذين طلبوا الصلاة لأجل أمور شخصية خاصة بهم أنت تعلمها. إن كنا نحن ننسى أن نذكر طلبة هذا أو ذاك، لكن أنت لا تنسى. اذكر الكل وامنح الكل كل ما يرجونه. شاكرينك لأنك على الدوام تسمع وعلى الدوام بتعطي، لك الكرامة والمجد إلى الأبد. آمين. شكرك جدا دكتور حليم، رب يبارك حضرتك ويستخدمك اكتر. اعزائي المشاهدين الكرام، اشكركم جدا لاجل متابعتكم معنا الساعه ونص اللي فاتت. رب يبارككم، رب يشجعكم. اذا اردت ان تعرف الاكثر والمزيد عن الرب يسوع المسيح فقط اتصل بنا او اكتب لنا. العناوين موجوده على الشاشه، التليفونات موجوده على الشاشه، واحنا بنرحب بيك في اي وقت. وفريق المتابعه يرحب بانه يساعد حضرتك انك تتعرف اكتر على مش الديانه المسيحيه، على شخص الرب يسوع المسيح. القاكم الاسبوع القادم بمناسبه اسبوع جميل جاي وحلقه فظيعه جايه، وهنطلع الشارع ناخد شويه اراء عن الفيسبوك وعن الانترنت وعن حاجات كتيره او في التكنولوجيا والمواقع الاباحيه. ارجو ان تنتظرونا الاسبوع القادم، حلقه يعني رائعه جدا، حين عايزكم تصلوا اجلها. يعني انا نفسي مستنيها. واترككم في رعايه الله.